تتوالى في الشمال وتحديدا في مدينة غزة وشمال المدينة. الأحداث كانت متلاحقة ومتسارعة في الشمال، وذلك ربما ما يفسر ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس بأنه سوف ينتقل إلى المرحلة الثالثة من هذه الحرب أو من هذا العدوان، وتتمثل هذه المرحلة في الاعتماد على التفوق الجوي بشكل أساسي وبشكل كبير، بالإضافة إلى تقليص بعض يعني أعداد الجنود على الأرض، بالإضافة إلى الآليات وإعادة التموضع إلى الأماكن المحيطة ما يسمى بغلاف غزة. بالإضافة إلى ذلك يعني ما نشاهده الآن حتى في المحافظة الوسطى هو استخدام هذه الاستراتيجية، ولكن خلال 48 ساعة الماضية كان هذا شيء ملاحظ في مدينة غزة وفي الشمال من خلال الاستهدافات المتكررة لكثير من المناطق مثل معسكر الشاطئ، مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أو الزهدون في جنوب شرق مدينة غزة، بالإضافة أيضا إلى ما حدث في مدارس الشمال وما حدث أيضا في الجلاء، وكلها عبارة عن استهدافات لمنازل فوق رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار، أو هي محاولات كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي لإغتيالات، ولكن يتم نسف مربعات كاملة في تلك المناطق، مما يعني أو هذا ما يفسر يعني صعود أو ارتفاع أعداد الشهداء بهذا القدر الكبير خلال 48 ساعة الماضية في مدينة غزة. أيضا ما يفسر دخول هذه الحرب هذه المرحلة هو أن الاعتماد الآن بشكل أساسي على التفوق الجوي، وكل ما جرى من المجازر خلال 48 ساعة الماضية في غزة كانت من خلال الاستهدافات جلها من طائرات الاحتلال الإسرائيلي بأنواعها المختلفة، سواء كانت من طائرات مقاتلة أو حتى طائرات مسيرة. أما فيما يتعلق بما حدث في مدرسة الشيماء في بيت لاهيا وتحديدا تسجيل 60 حالة من حالات التسمم، هذه الحالات التي كانت قد تعرضت إلى أو وصلت إلى مستشفيات الشمال دفعة واحدة، وذلك بعد أن تناولت أعداد كبيرة من الأطعمة والأغذية والمعلبات التي وصلت إلى الشمال، حيث أن هذه المساعدات كانت قد يعني تأخرت لدخول القطاع، مما يعني أنها قد وقفت إلى مسافات أو وقت كبير جدا على معبر رفح بانتظار الدخول، وكانت تحت أشعة الشمس، مما يعني أن قد تكون هذه المعلبات أو هذه المساعدات قد فسدت نتيجة سوء التخزين، مما يعني أن ما جرى من عمليات تسمم لـ60 شخص في هذه المدرسة قد يتكرر في مدارس أخرى إذا ما تم تناول نفس الأطعمة ونفس الأغذية ذات التخزين الخاطئ، مما يعني أنه هناك يعني أكثر من ربما مذبح إن صح التعبير في قطاع غزة، ليس فقط سلاح الأسلحة الفلسطينية ذات الأصوات أو الانفجارات، هناك أسلحة كبيرة مثل سلاح الجوع على سبيل المثال وسلاح تداعيات الجوع وتداعيات هذه الحرب. سلام. طيب فؤاد، تحدثنا معك في رسالة سابقة عن الوضع الإنساني، الآن لابد أن نضع مزيد من الضوء على هذا الوضع. أنت تتواجد أمام مدخل المشفى، المشافي لم تعد فقط أماكن لتقديم العلاج، هي أماكن يلجأ لها الناس معتقدين بأنها قد تكون أكثر أمنا وأمانا لهم، رغم ما شهدناه في مشفى شفاء وفي ناصر في خان يونس، وغالبية المشافي خرجت عن الخدمة أو تكاد، وتبقى المشفى من خلفك وبوابته يعني يعمل بقدر المستطاع على تقديم هذه الخدمة. حدثنا عن تفاصيل ذلك. نعم سلام، صحيح، يعني ما جرى في مستشفيات كثيرة مثل مستشفى الشفاء ومستشفيات الشمال، بالإضافة أيضا إلى مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تل الهوى، يدحض يعني ربما كل الروايات التي تقول بأن هناك مكانا آمنا هنا في قطاع غزة. حتى المستشفيات التي هي بعرف القانون الدولي هي محرمة على الجيوش ومحرمة أن تكون ضمن أتون القتال والحرب، هي الآن ربما أصبحت أهدافا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما جرى في مستشفيات عدة. ولكن مع دخول الحرب إلى هذا اليوم وهذه الأعداد من الأيام والساعات والدقائق، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الجرحى والإصابات علاوة على الأمراض بالأساس التي تصل إلى هذه المستشفيات، هي كلها جعلت الطاقم الطبي ويعني البنية التحتية الطبية في موقع اختبار حقيقي، وهو ربما أيضا ما زاد من هذا السوء خروج المستشفيات. معظم مستشفيات القطاع خرجت عن الخدمة، فقط مستشفى شهداء الأقصى الذي نتحدث عنه هو الذي لم يعلن بشكل رسمي خروج المستشفى عن الخدمة، ولكن هذا لا يعني أن المستشفى يعمل بطاقته المعهودة، وذلك بالأساس لأنه مستشفى صغير نسبيا فيما يتعلق بالمساحة، بالإضافة إلى
القدرة الاستيعابية للأسرة أيضا هي فقط 60 سرير، هي كانت بالكاد تكفي حاجة المحافظة الوسطى وتحديدا دير البلح، الآن هي الاعتماد عليها بشكل أساسي. معظم الأماكن أو الاستهدافات التي تجري في المحافظة الوسطى يتم تحويلها إلى شهداء الأقصى، بعض الاستهدافات التي تجري في خان يونس أيضا يتم تحويلها إلى المحافظة الوسطى وإلى مستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة إلى أنها كما قلت وتفضلت أنت سلام بأنها هي الآن أماكن لإيواء النازحين، وبالإضافة إلى ذلك هي مكان لانطلاق عمل الصحفيين. إذا داخل المستشفى مدينة كاملة وليس فقط عبارة عن مستشفى، هناك أسواق داخل المستشفى، هناك بسطات داخل المستشفى، هناك أيضا داخل المستشفى حلاقين على سبيل المثال. إذا داخل المستشفى ليس فقط مستشفى، هي مدينة احتياجات المواطنين والنازحين ربما تكون أكثرها سواء إما داخل أسوار المستشفى أو على أعتاب هذه المستشفى. طيب فؤاد، جيش الاحتلال كان قد تحدث عن مناطق عازلة ينوي الذهاب إليها أو سيناريو مطروح في الأوساط الإسرائيلية، واحد على الحدود الشرقية لقطاع غزة ويتمثل بما يسمى بالمنطقة العازلة، واحد آخر في الجنوب على طول فيلادلفي أو صلاح الدين بطول 14 كيلومترا وبعمق كيلومترين مع استمرار السيطرة على ما يسمى بمحور نتسريم. هل هذا وصل إلى مسمع المواطن في قطاع غزة الذي نعلم بأنه الآن يبحث عن النجاة من الموت وينتبه إلى باقي التفاصيل لاحقا؟ نعم بالتأكيد سلام، يعني وصل إلى المواطنين سواء إلى النازحين أو من كانوا هم أو ما زالوا هم في الأماكن التي تعتبر خطرة، أو هو كل قطاع غزة خطر، ولكن إذا ما تحدثنا عن المناطق الشمالية هناك أكثر من محور. هذه المحاور التي جرى فيها تقسيم القطاع وشق بعض الطرق كبيرة وطرق عريضة وواسعة في مناطق مثل كما تفضلت في نتسريم، وهو يعني يفصل القطاع إلى نصفين من حيث الشمال والجنوب، بالإضافة أيضا إلى محور فيلادلفيا والذي تم السيطرة عليه وبموجبه تم السيطرة على معبر رفح، علاوة على الأماكن الشرقية الحدودية على طول الشريط الحدودي الشرقي هي الأخرى يمنع الاقتراب إليها بعرض 2 كيلومتر باتجاه السياج الفاصل. إذا هي محاولة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن دولة الاحتلال إلى خلق واقع جديد، تقليص مساحة القطاع بالإضافة إلى تقليص أعداد سكانه، يعني خلق واقع جغرافي وديموغرافي، وفي محاولة أيضا لخلق واقع سياسي لمستقبل سياسي جديد أيضا في القطاع. لا نعلم إلى أين سوف تصل إسرائيل وماذا سوف تصل إليه، يعني تحاول أن تصل إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن يمكن القول بأن الآن قطاع غزة من شماله حتى جنوبه من أقصى نقطة فيه إلى أقصى نقطة فيه هو محتل وتحت السيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن القول نحن نتحدث من قطاع غزة المحتل بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك إذا ما استمرت يعني تجزئة القطاع ووجود هذه الطرق والأهداف التي بنيت من أجلها أو شقت من أجلها هذه الطرق، إذا يعني ربما يكون هناك يعني خطة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي هي أخطر وأبعد بكثير من التفكير. نعم. التي ربما يكون تفكيرنا قريب بأن يكون هناك المعركة سوف تنتهي، الحرب سوف تنتهي، المواطن ينتظر هذا الخبر، ولكن ما يجري على الأرض ربما يشي بما هو أكثر من ذلك. فؤاد، نرى بأن الكبار قد نحلت أجسادهم، ماذا عن الأطفال؟ حدثنا عن تفاصيل معاناة الطفل، الأب الذي لا يستطيع أن يؤمن شربة ماء أو بعضا من الحليب لابنه أو يعني حبة من الفاكهة أو الخضار أو ثمرة من الفاكهة والخضار، ضعنا في التفاصيل، حدثنا عن القصص التي تشاهدونها يوميا. سلام، ربما أخطر من ذلك، هناك بعض الآباء لا حتى يستطيع أن يوفر لابنته الأنثى المأمن، لا يستطيع أن يوفر لها ربما مكانا تستطيع من خلاله أن تحتفظ بخصوصيتها كونها أنثى. الحرب هذه يعني استكثرت ان على المواطنين ان يحتجبوا عن عيون انفسهم وان يحتجبوا عن عيون الاخرين، الان اصبحت الخصوصيه معدومه، الحقيقه اصبحت عاريه في قطاع غزه في كل ما تحمل الكلمه من معنى، في كل زاويه من زوايا القطاع هناك تفاصيل تتكشف ربما ما كان لها ان تتكشف لولا هذه الحرب، هناك الكثير من الاسرار والاسرار البيتيه والمنزليه التي ربما ما كان لها ان يعرفها الغرباء لولا هذه الحرب، التقارب الكبير بين الخيام والتقارب الكبير ما بين النازحين واللاجئين والتلاصق
في المخيمات اللجوء بالتأكيد سوف ينتج عنها وإفرازات يعني اجتماعية سيئة ربما سلبية، وهذه إفرازات الحرب بشكل عام. ولكن ما يجري الآن نتيجة هذا النزوح ونتيجة هذا التلاصق ونتيجة الأوامر الاجتماعية الكثيرة التي جعلت حتى ربما النسيج الاجتماعي الفلسطيني هنا في قطاع غزة في 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 مهب الريح، أو ربما يكون في بوز المدفع إن صح التعبير، هو الآن يواجه يعني خطر حقيقي كباقي كل الشرائح وكل القطاعات في قطاع غزة. بالتأكيد أيضا القطاع الاجتماعي هو الآخر يواجه خطرا حقيقيا، إما نتيجة التلاصق أو نتيجة يعني حالة شد الأعصاب الكبيرة بين المواطنين، وهو ما أفرز عنه الكثير من المشاكل، سواء المشاكل ما بين النازحين يعني بعضهم ببعض أو حتى داخل الأسرة الواحدة، وهذا ما يفسر حتى وجود نسب كبيرة وارتفاع حالات الطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك نتيجة بالتأكيد سوء الأوضاع الاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية هنا في قطاع غزة، علاوة على فصل الصيف الحارق الآن داخل الخيام. لا يمكن يعني لنا أن نتخيل كيف هي الأجواء داخل الخيام إلا إذا استطعت أن يعني أن تجلس داخل الخيمة حتى لبضع دقائق. الجلوس لبضع دقائق داخل الخيمة هذا يعني أنك في فرن حقيقي إن صح التعبير. بالإضافة إلى ذلك هي عبارة عن ثلاجات موتى في فصل الشتاء. إذن في كل المراحل وفي كل الفصول وفي كل التفاصيل هناك في كل تفصيلة ربما يكون هناك قهر حقيقي لدى المواطن الفلسطيني، للأباء عندما يشاهدوا أبنائهم يموتون جوعا، أو ربما هناك بعض الأجساد التي لن تنهشها فقط الجوع ولكن هناك من نهشها الرصيف على الشوارع. هناك السيدات نسواننا في الشوارع، إحنا نساءنا في الشوارع، نقطة صوت رجلينا.